لابد أن أشكر السيد الولي والسادة العمال للجهة على تدبير هذا التدبير الهام الجيد لهذه المحطة الانتخابية الاستثنائية التي عاشها وطننا وجهة سوس مسا. الحمد لله وهانئا لنا جميعا. أشكر كذلك السيدات والسادة أعضاء جهة سوس مسا على ثقتهم بي وتكليفهم لي بهذه المسؤولية، وأتمنى صادقا أن أكون عند حسن ظنهم لي. إذن اليوم المواطن والمواطنة عبروا بحرية عن اختيارهم وبكل ديمقراطية عن رغبتهم في التغيير والحل بمغرب جديد، مغرب الاقتصاد القوي، مغرب الحريات والعدالة الاجتماعية، المغرب الحداثة الديمقراطي، ومغرب المساواة وتكافل الفرص والعدالة المجالية. ينتظرنا عمل كبير وهام، وهو تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي أصبح خيارا لا محيد عنه وواقع يفرض المسار التنموي لبلادنا من خلال التنزيل الأمثل للميثاق الوطني للا تمركز الإداري واللامركزية بهدف تحسين تدبير الشأن العام والحكمة الترابية وكذا تعزيز ووتيرة إنجاز الأوراش الكبرى بالجهة. لدينا أيضا رهان مهم يتعلق بتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد. هذا فعلا تحدي كبير ومشروع كبير يتسننا جميعا، ولذا يتطلب انخراط الجميع، انخراط الجميع وتعاون وتشارك الجميع، التعاون بصدق ووطنية ومواطنة لإنجاح هذه التحديات واستحضار التوجيهات الملكية السامية. إذن كلنا اليوم نمارس السياسة، وغايتنا الكبرى أن نمارسها بنفس تنموي يخدم ساكنة الجهة التي تنتظر منا الكثير إن شاء الله. تمسى الأخ والصديق كريم أشنقلي اللي هو غني عن التعريف وكذلك المكتب دياله، اللي اليوم نقول لكم خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ولا بد اليوم أن احنا بهذه النتائج اللي حققنا وهذا المكتب إن شاء الله اللي كنتمنوا له التوفيق من هنا لقدام أن احنا نخرجوا ونشمروا على يدينا وندوزوا للعمل مباشرة باش ما نضيعوش الوقت، وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظن المواطنين والمواطنات اللي عطونا الأصوات ديالهم في هذه الانتخابات. فمتمنياتي بالتوفيق وإن شاء الله أكادير الكبير والتنمية والجهة غتكون إن شاء الله بين يدي أمينة. الاهتمام ديالهم بالشأن المحلي عامة وخاصة الشأن الجهوي، وحنا من هذا المنبر نقول لكم حنا الأحزاب السياسية المشكلة لهذا المكتب، تجمع الأحرار وحزب الاستقلال أصالة ومعاصرة والاتحاد الشرقي، انتهينا من صراع المواقع. صراع المواقع انتهى من اليوم. احنا اليوم غادي باش نشتغلوا ونشتغلين في يد كل مجموعي تنمية الجهة وتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجهة سوس مسا الصبرا، وكنتمنى التوفيق لهذا المكتب. وفعلا هذا الأسبوع احنا كنتناقشوا وكنتداولوا باش نخرجوا بواحد التركيبة ديال المكتب تكون مخضرمة، فيها اللي عنده تجربة واللي عنده خبرة، وفيها الناس الجدد اللي غادي ياخذوا المشعل إن شاء الله. وكنتمناو من السيد الرئيس والمكتب ديالو كل التوفيق، وحنا ما علينا إلا نساعدو من جانبنا بكل ما أوتينا من قوة وشكر. نهنيو السيد الرئيس مرة أخرى، ونهنيو كل أعضاء ديال المكتب وكذلك الأجهزة المساعدة، ونعتبرها بأنها إشارة مهمة جدا اليوم من خلال هذا التصويت بالإجماع على السيد الرئيس، واللي كيعني بأنه هناك ثقة في الكفاءة
التي اختارتها جهة سوس مسا، كفاءة عرفت كيف تدبر في مؤسسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وأبلت البلاء الحسن، وكانت مطلعة على جميع الملفات التي تدخل في إطار تنمية المجال بجهة سوس مسا. نحن كأعضاء ديال المكتب غنكونوا جنبا إلى جنب مع السيد الرئيس ومع كافة أعضاء المجلس اللي يستحقون التنويه، وغادي يكون الهدف ديالنا الأسماء هو أننا نشتغل من أجل ساكنة الجهة ومن أجل نماء مجال جهة سوس مسا دون أي فوارق.